واحد. بسم الله الرحمن الرحيم. طلبة وطالبات الصف الثالث الثانوي جمهورية مصر العربية، هنكمل إن شاء الله مع بعض سلسلة حلقات الصف الثالث الثانوي فيما يتعلق بمادة اللغة الإيطالية كلغة أجنبية تانية. معاكم سنيور سيد حسن، معلم اللغة الإيطالية بمدرسة جمال عبد الناصر الثانوية بنات، إدارة غرب زكازيق، محافظة الشرقية. هنكمل إن شاء الله النهاردة الوحدة الثالثة، هندخل فيها بإذن الله. أخذنا بالفعل الوحدة الأولى واتكلمنا عنها، والوحدة الثانية واتكلمنا عنها، وإن شاء الله هنبدأ مع بعض تكملة السلسلة بتاعتنا. الوحدة اسمها أمبيينتي إيديكولوجيا، يعني بيئة وعلم البيئة، يعني هتكلم في الحفاظ على البيئة، المشاكل البيئية والنتائج اللي هتترتب على المشاكل البيئية والحلول لكل هذه المشاكل. أمبيينتي إيديكولوجيا، طبعا اونيتاتري الوحدة الثالثة. هناخد أول درس النهاردة إن شاء الله، بس قبل ما ناخد الدرس هنشوف الانديتش بتاعنا بيقول إيه، الفهرس بيتكلم في إيه. أول حاجة سبيجاتيوني ديل ديالوجو اترافيرسو إي فوميتي، شرح المحادثة من خلال الفوميتي، الأشكال المصورة عندي. وبعد كده إن شاء الله من الحصة الجاية هيبقى عندنا جراماتيكا، هنشرح فيها حاجة اسمها برونومي ديريتي دلوجيتو، ضمائر المفعول المباشر، والحاجة الثالثة سيتواتسيوني المواقف، هيكون فيها عبارة عن اسبريميري جويا او بياتشيري، تعبير عن الفرح او السعادة ايهما طبعا، و اسبريميري ديس ابونتو اير اماريكو، والتعبير عن الغضب او الندم او الاحباط، والاثنين طبعا منافيين لبعض، والمواقف اللي هتقابلني في حاجة زي كده. تمام، طيب. الأول قبل ما أدخل في الوحدة الثالثة، أنا كنت حابب أتكلم إن أعمل ربط في أول حاجة أخذناها خالص في الوحدة الأولى فيما يتعلق بالأنشطة أو المشروعات الإضافية للمنهج، إي بروجيتي إكسترا سكولاستيتشي أو إكسترا كوريكولاري. تمام، عامل محادثة بسيطة كده بحيث ألم بيها المنهج كله. تمام، هنقراها مع بعض. طبعا وارد جدا تجيلي قطعة فهم، ماشي، كل واحد يقرأ معايا كده بالراحة علشان نترجم القطعة، لأنها مهمة جدا جدا جدا. لا سكولا أورجانيزا مولتي بروجيتي إكسترا كوريكولاري كومي الجيميلاجيو لإدوكازيوني أمبيينتالي إي الكونكورسو موزيكالي. دينو تشيركا دي كونفينشيري باولو كيارا أليسيا إي جوليا دي بارتيشيباري آل كونكورسو موزيكالي بير إسيري ديلي ستيلي. Alessia suonerà il basso, Giulia suonerà la chitarra, Chiara suonerà la batteria, Paolo sarà il cantante perché ha fatto 3 anni di conservatorio e ha una voce bella e forte. Dino sarà il manager perché possono contare su di lui. Alla fine tutto il gruppo prepara per iniziare il suo progetto, cioè la musica. Il madrasa tonazzim anshita kathira misla الجيميلاجيو، يعني نشاط التوأمة، وده اتكلمنا عنه في الوحدة الأولى. لدوكاسيوني أمبيينتالي التعليم البيئي، وده إن شاء الله نتكلم عنه في على مدار الحلقات اللي جاية. والكونكورسو موزيكالي مسابقة الموسيقى، واتكلمنا عنها برضو في الوحدة اللي فاتت. دينو تشيركا دي كونفينشيري باولو، دينو بيحاول يقنع باولو وكيارا وأليسيا وجوليا إنهم يشاركوا في مسابقة الموسيقى. السبب بتاع دينو بير إسري ديلي ستيلي أو بير إسري فاموزي، علشان يكونوا مشهورين او مشاهير او نجوم، ايا كان كلمه ستيلا بالايطالي يعني نجمه، وجمعها ستيلا نجوم اللي هي زي ستار وستارز، بتبقى البرامج اللي هي البرامج الاكتشاف المواهب. اليسيا سونيرا الباسو، اليسيا ستعزف اله البيس. جوليا سونيرا لا كيتارا، جوليا هتعزف الجيتار. كيارا سونيرا لا باتيريا، وكيارا هتعزم الدرامز. باولو سارا الكانتانتي، باولو سيكون النجم المغني. بركي افاتو تري اني دي كونسيرفاتوريو، لانه درس 3 سنوات في معهد الموسيقى العالي. اي اونا فوتشي بيلا اي فورتي، وعنده صوت جميل وقوي. دينو سارا المانجر، دينو هيكون المدير. بركي بوستونو كونتاري سو دي لوي، يقدروا يعتمدوا عليه. وده جت سؤال في قطعه فهم، ليه دينو هيكون المانجر؟ طبعا ممكن يقول لي بركي بوستونو كونتاري دي لوي، اختارها طبعا، او ممكن يديني بركي
إيه برافو أورجانيزاري لبيني بيني لكوزي، شاطر في تنظيم الأشياء جيدا، أيهما صح طبعا هي هي يقدروا يعتمدوا عليه، أو ممكن يشيل لي كونتاري سو ويحط لي ديبندري يعتمد على برضه ما فيش مشاكل. الله فيني في النهاية توتو الجروب وكل الفرقة بريفارا بير انيتسياري أو كومينشاري بتتجهز علشان تبدأ البروجيتو المشروع بتاعهم، يعني مشروع الموسيقى. يبقى هركز في الجزئية اللي جاية دي علشان مهمة جدا عندي. أول حاجة لبروفي دوفي لي فاتشامو، طبعا ده عنوان الدرس الأولاني وشفناه في السلايد رقم 2، البروفات أين نفعلها. قبل ما أدخل في الديالوج يا جماعة محتاج أأكد على جزئيات مهمة جدا علشان هتفرق معايا وهتكمل معايا الفترة اللي جاية دي في بخصوص الديالوج، وبرضه هتكمل معايا بخصوص قطع الفهم. أركز في إن كامبانيا في الريف بتساوي إن ميزو الفيردي، لازم بتيجي يقول لي فاتشامو لي بروفي ان كامبانيا، هنعمل البروفات في الريف. يجي في الاختيارات يقول لي دوفي فاتشامو او دوفي فانو لبروفي، هيعملوا البروفات فين؟ ويديني من الاختيارات ان ميزو الفيردي، ما يدينيش ان كامبانيا، هعلم عليها طبعا لانها بتساوي ان كامبانيا. واركز على الانسترومنتي موزيكالي، الالات الموسيقيه عندي خدناها طبعا الوحده اللي فاتت اتكلموا عنها سنور محمد، الباسو اله البيس، لا باتريه الدرامز، لا تستييرا الأورج، البيانو أو البيانو فورتي البيانو طبعا، الفيولينو الكمان أو الكمانجا، لا كيتارا الجيتار. أقولهم تاني، الانسترومنتي موزيكالي سونو، الباسو آلة البيز، لا باتريا، لا تستييرا البيانو أو البيانو فورتي، الفيولينو، لا كيتارا. وكنت حابب أأكد على حاجة، إن كلمة تستييرا في اللغة الإيطالية معناها أورج، صح؟ وبرضه من ضمن معانيها لوحة مفاتيح الكمبيوتر، يعني لا تستييرا ديل كمبيوتر اللي هي لوحة المفاتيح اللي هي الكيبورد يعني، فلأنها طبعًا الأورج شبه الكيبورد كده يعني، فأركز على الجزئية دي برضه ما انساهاش، خلاص؟ علشان خاطر هتقابلني طبعًا في الجزء القادم إن شاء الله. وهنبدأ مع بعض الديالوجو لبروفي دوفي لي فاتشامو. طبعا البرسوناجي الشخصيات اللي هتكون موجوده في الديالوجو ثابته معايا من اولى ثانوي، اليسيا وجوليا وكيارا وباولو ودينو، الخمسه ثابتين، ثلاث بنات وولدين ثابتين معايا ما بيتغيروش، تمام؟ دلوقتي هم خلاص الوحده اللي فاتت اتكلمنا عن ان باولو دينو كان بيحاول يقنعهم انهم هيأدوا جيدا في المسابقه وهيبقوا شاطرين والدنيا هتبقى زي الفل وتمام التمام، وباولو كان شاكك شويه في ان هم يشتركوا في مسابقه الموسيقى، ولكن على ما يبدو ان دينو نجح ان هو يقنعهم، ودلوقتي هم قاعدين ما حددش فين قاعدين، فين في الفصل في بيت حد في الشارع ما قالش، فاليسيا ولكن المهم ان هم الخمسه قاعدين مع بعض. بتقول اوكي اوراك ابيامو ديتشيزو دي بارتيتشيباري الكونكورسو كيف تشامو، حسنا الان حيث قررنا ابيامو ديتشيزو، مهمه جدا فعل ديتشيدري اللي هو معناه يقرر، التصريف الثالث منه ديتشيزو، فقالت ابيامو نو يعني كلنا ابيامو ديتشيزو، طبعا ده الباساتو بروسيمو الماضي القريب، تمام؟ اللي بيتكون من الفعل اسري او افيري زائد التصريف الثالث من ساش، فهنا طبعا استخدمت في الماضي ابيامو ديتشيزو، بالفعل قررنا نشترك في مسابقه الموسيقى كيف تسامو، هنعمل ايه؟ فردت عليها كيارا وقالت البروسيمو باسو سارا شيليري اونا او دوي كانسوني، الخطوة القادمة خلاص اخترنا، تمام؟ الخطوة بقى نبدأ ننفذ التطبيق العملي، وده جاء سؤال برضو في قطعة فهم، البروسيمو باسو صراح شيلي ريقونا ودو كانسوني، يقول لي البريمو باسو دي فاري، أول خطوة خلاص هم عرفنا هم اشتركوا خلاص في مسابقة الموسيقى، الخطوة الأولى بقى اللي المفروض يعملوها إيه؟ يبقى الخطوة الأولى شيلي ري أو ديتشيدري اونا كانسوني، اونا او دوي كانسوني، على حسب طبعا انا عندي شيلتا مولتيبلا اختيارات من متعدد، فبالتالي اركز على حسب الاختيار اللي ادهولي. طبعا لازم يلعب بالالفاظ، لازم يقول لي شيليري يختار ديتشيدري يقرر، الدنيا قريبه المعنى واحد، فبالتالي اركز في الحته دي. يبقى البروسيمو باسو صراح شيليري اونا او دوي كانسوني، اختيار اغنيه او اثنين. بوي ثم، دايما يا جماعه لما يقول اركز يا شباب نقط كده بعد الكلام وهو اتقطع يبقى في حد قاطعها، يعني هي بتتكلم في حد اتكلم معاها. بوي فردت عليها جوليا قالت كومينشاري لبروفي، الخطوة رقم اتنين كومينشاري لبروفي، نبدأ البروفات، تمام؟ يبقى الخطوة الأولى اختيار الأغنية
الخطوة الثانية بدء البروفات. حد يسألني ليه اختيار الأغنية بيكون الخطوة الأولى؟ هو أنا بتكلم في فرقة موسيقى، هو بالعقل فرقة الموسيقى علشان خاطر تعمل بروفا أكيد لها أغنية، علشان على أساس الأغنية هيشوفوا الكلمات بتاعة الأغنية، وعلى أساسها هيحددوا الآلات الموسيقية اللي هيستخدموها في الألحان، اللحن بتاع الأغنية إيه الآلات المستخدمة فيه، ومن كده هيبدأوا عمل الإيه؟ البروفات بتاعتهم. يبقى أول حاجة الأغنية، اتنين عمل البروفات. كومنشاري لي بروفي أبروبوزيتو راجع لي بروفي دوفي لي فاتسامو ميكا بوسيامو فارلي أسكولا. هنترجم. بدء البروفات أبروبوزيتو لي بروفي فيما يتعلق لبروفي البروفات دوفي لي فاتسامو، طبعا ده البرانو اللي متاخد منه العنوان لبروفي دوفي لي فاتسامو. البروفات أين نفعلها؟ ميكا بوسيامو فارلي أسكولا، على الأقل ممكن نعملها في المدرسة. شوفهم يا جماعة، أنا معرفش، كلها بتبقى بروبوستي، اقتراحات، كل واحد بيدي البروبوستا بتاعته، الاقتراح بتاعه، والاقتراح اللي بيتفقوا عليه بيعملوه. هقراهم تاني. اوكي ora che abbiamo deciso di partecipare al concorso che facciamo il prossimo passo sarà scegliere una o due canzoni e poi cominciare le prove a proposito raga le prove dove le facciamo mica possiamo farle a scuola بعد كده دينو قال infatti بالفعل او في الواقع اللي هي بتسوي انجلش in fact Io ho un'idea. Possiamo andare alla casa che hanno i miei in campagna. Lì non daremo fastidio a nessuno. في الواقع io ho un'idea. أنا عندي فكرة. بيشرح طبعا نقطتين في بعض، يعني اللي جاي ده شرح. Possiamo andare alla casa che hanno i miei in campagna. هنقدر نروح البيت الذي يمتلكه i miei. i miei دي اختصار لـ i miei genitori، والوحيدة يا جماعة اللي بتيجي بالشكل ده. دايما لما اقول امياي يعني قصدي امياي جينيتوري، والدي بابايا ومامتي، يعني اي سواي باباه ومامته، اي تواي باباك ومامتك، وهكذا. فركز، يبقى هنروح البيت بتاع بابا وماما ان كامبانيا في الريف. ممكن يسالني ان ميتزو الفيردي، اه طبعا صح. لينو داريمو فاستيديو ان السونو، وبيبرر اختياره، هناك لن نزعج احدا. يبقى ركز، داري فاستيديو يعطي او يزعج احدا، هنشوفها طبعا في جزئيه الكلمات ان شاء الله لما يجي الوقت عليها. فردت كيارا بتقول برافو دينو، معجبه طبعا بالاقتراح بتاعه. وطبعا ما ننساش ان كلمه اقتراح اصلها فعل بروبور معناه يقترح، والتصريف الثالث بروبوستو، فاقتراح معناها بروبوستا، خلاص. فاعجبت باقتراح دينو، قالت شاطر يا دينو. لو سابيفو كي بوتيفامو كونتاري سو دي تي افولتي اي ديلي illuminazioni، كنت أعرف أننا كنا نستطيع الاعتماد عليك. وشفتها طبعا في القطعة التستو اللي أنا كتبته في الأول، دينو هيكون المدير علشان خاطر يقدروا يعتمدوا عليه. أب فولتي أحيانا، طبعا هنا بتمزح مع دينو، أحيانا أيدل إلومينازيوني بيكون عندك أفكار رائعة، ولكن كلمة إلومينازيوني طبعا كتعبير كترجمة، ولكن كلمة إلومينازيوني يعني إضاءات أو تنويرات، يعني بيكون عندك حاجات تنويرية، أفكار ظاهرة بزغة، خلاص، اللي هي illumination in English. بس قبل ما انتقل للكلام اللي جاي، حابب بس أرجع لي لو سابيفو كي بوتيفامو. ده يا جماعة المفروض إنه عند في الإيطالي زمن اسمه الإمبرفيتو، الإمبرفيتو اللي هو زمن الماضي المستمر، ده بيدل على حدث وقع في الماضي وانتهى، أو عادة كانت بتحدث في الماضي وانتهت، أو وصف شيء في الماضي وانتهى، أو وصف حالة مزاجية أو حالة الطقس. ده الامبرفيتو طبعا مش مطالبين بيه، ولكن لما أشوفه أعرف إن النهاية بتاعته إيفو أو آفو أو إيفا، فو في فا فامو فاتي فانو، طبعا زي ما قالت لو سابيفو، أنا كنت أعرف كي بوتيفامو، نحن نستطيع أن نعتمد عليك. تمام، هتقابلني كتير طبعا، بتيجي دايما في قطعه الفهم، فلما اشوفها ما تخضش. صابيفو ده فعل صابيري يعرف، بوتيفامو ده فعل بوتيري يستطيع، وده طبعا سهله ما فيهاش مشاكل. برافو دينو، لو سابيفو كي بوتيفامو كونتاري سو دي تي ا فولتي اي ديلي illuminazioni. فرد دينو طبعا بيدافع عن نفسه، احيانا يعني انا احيانا افولتي احيانا
Non a volte, ليس أحيانا، أنا ما عنديش أفكار أحيانا، sempre, sempre. Possiamo anche usare la tastiera di mio padre. ليس أحيانا عندي أفكار كويسة، دايما أنا عندي أفكار كويسة. فبيكمل كلامه، possiamo anche usare la tastiera di mio padre. هنقدر أيضا استخدام التستيرة يعني الأورج بتاع بابايا. غريبة شوية، بابا وأورج، هنشوف دلوقتي. فطبعا اللي استغرب من الكلام بتاعه أليسيا، قالت تو بادري سوونا لا تاستييرا، باباك يعزف الأورج. غريبة، حتى عامل علامة تعجب بعلامة استفهام، هل يعزف باباك الأورج؟ فرد دينو قال لا سوونا فا دا جوفانا، كان يعزفها عند الشباب، وهو جه استخدام الإمبرفيتو أهو، كان مش دلوقتي. إن إحنا قلنا الإمبرفيتو اللي هو الماضي المستمر يدل على حدث بدأ في الماضي وانتهى ولوش علاقة في الحاضر، أو عادة كانت مستمرة في الماضي وانقطعت. طبعا لما بما إنه قال سونافا يعني بابايا كان بيعزفها ودلوقتي مبقاش يعزف الأورج، خلاص خلاص. كوالكي أنو فا لا ريجالاتا ما إيو نون سونو مولتو بورتاتو. كوالكي يعني من بضعة أعوام، لا ريجالاتا ما أهداها لي، الإلا بصرف دي عايدة على لا تستيرة يعني. خلاص وهنشوفها طبعا في الوحدة الرابعة إن شاء الله. أمي ما إيو ما ولكني نون سونو مولتو بورتاتو، شفناها قبل كده. دينو نون إي بورتاتو غير مهتم، أو فعل اسمه إسري بورتاتو يكون مهتم لي، إسري بورتاتو بير. تمام؟ بس أنا مش مهتم بالعزف. فباولو بما إنهم أصدقاء قال ما تشيرتو كي سي بورتاتو بير لا تاستييرا، كويلا ديل كمبيوتر. نون تي او ماي فيستو سوناري اون استرومنتو موزيكالي. فطبعا باولو بياكد على كلامه بيقول ما تشيرتو اكيد كي سي بورتاتو بير لا تاستييرا، لا 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 انت مهتم للتاستييرا للاورج، كويلا ديل كمبيوتر، لا 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 لوحه المفاتيح. يعني انا نوهت ان تاستييرا معناها ايه؟ اورج، وبرضه معناها لوحه مفاتيح الكمبيوتر. فباولو بيتريق على دينو. خلاص نون تي او ماي فيستو سوناري اون استرومنتو موزيكالي، ما شفتكش ابدا بتعزف اي اله موسيقيه. طبعا هنا او فيستو ده فعل الباساتو بروسيمو الماضي زي ما انا قلت، بتكون من اسر او افيريز التصريف الثالث، وفيستو ده التصريف الثالث من فعل فيداري يرى. فدينو قال له بيرو مي فيدراي كانتاري كومونكوي questa testiera non sarà nuovissima, ma forse la possiamo anche usare al concorso. إلا أنه ستراني أغني، خلاص أنا هتشوفني بغني بدل ما بعزف أغني. كومونكوي على أي حال questa testiera هذا الأورج non sarà nuovissima، ليس جديدا أو لن يكون جديدا، ده بتاع بابا من كام سنة أصلا أهدهولي، وبابايا كان معاه من زمان، فبالتالي هيكون أورج قديم، موضة قديمة، شكل قديم ايا كان. ما فرصة ولكن ربما لابوسيامو انكي اوزاري الكونكورسو، نستطيع استخدامها. تمام، وده طبعا هنشوفه بالتفصيل ان شاء الله في الحلقه القادمه اللي هي ضماير المفعول به. خلاص هنقدر نستخدمها في الكونكورسو في مسابقه الموسيقى. تمام، تو بادري سوانا لا تاستييرا دي لسه بتقول، فدينو قال لا سونافا دا جوفاني كان بيعزفها وهو شاب، كوالكي انو فا منذ عده اعوام، لا ريجالاتا ماه أهداها لي، ما إيو نون سونو مولتو بورتاتو ولكني غير مهتم جدا. باولو قال ما تشيرتو كي سي بورتاتو بير لا تاستييرا كويلا ديل كمبيوتر نون تي ماي فيستو سوناري اون استرومنتو موزيكالي، ما شفتكش بتعزف أي آلة موسيقية. فدينو قال له بيرو مي فيدراي كانتاري كومونكوي كويستا تاستييرا نون سارا نوفيسيما، ما فورسي لا بوسيامو أنكي أوزاري آل كونكورسو. تمام، بعد كده في عندي أليسيا طبعا كمان عجبها الاقتراح بتاع دينو، كويس جدا، يبقى دينو وفر لنا مكان وبيدينا اقتراح ان احنا نستخدم التستيرة بتاعت بابا حتى لو قديمة يعني. ماجاري allora dove questa casa، وده جه سؤال قبل كده في الايميل بس ما نعرفش هيجي طبعا ولا لا. حبذا طبعا قصدها على استخدام التستيرة في المسابقة. allora إذن دوفي كويستا كازا، هو البيت ده فين؟ بتتكلم عن البيت بتاع بابا ومامته. فدينو قال لها اي فيتشينو اسيستو فيورنتينو، بالقرب من سيستو فيورنتينو. خلينا نحلل بس الاول فيورنتينو. فيورنتينو دي نسبة إلى مدينة فيرنسا،
ولذلك فرقة الكرة اسمها فيورنتينا، كان بيلعب فيها لاعبنا المشهور محمد صلاح، فيورنتينا. ففيورنتينو يعني فيورنتيني عشان نبقى نسبة لمدينة فرنسا. طيب سيستو فيورنتينو، كلمة سيستو في الإيطالي معناها السادس، خلاص. فالفيورنتينو السادس هي طبعا اسم منطقة، علشان خاطر ما نتكلمش كتير يعني، اسم منطقة أو ريف بجوار مدينة فرنسا أيا كان، المهم إن هو ريف. براتيكامنتي إن ميزو الفيردي، يبقى قال إيفيتشينو أسيستو فيورنتينو براتيكامنتي إن ميزو الفيردي، بالقرب من سيستو فيورنتينو براتيكامنتي حرفيا إن ميزو الفيردي، وسط الخضرة يعني، وسط الخضروات الزرع والشجر والكلام الجميل ده، إن كامبانيا طبعا. فجوليا بتأكد على كلامه، قالت ايو تشي سونو ستاتا بيليسيما، ايو تشي سونو ستاتا برضه بيتكلم في الباساتو بروسيمو الماضي، انا كنت هناك. تشي دي عايده على البيت، تشي عايده على البيت، دي في الايطالي حاجه اسمها بارتوتشيلا تشي او في بارتوتشيلا نيه، ومن ضمن استخدامات تشي انها بتعود على المكان. لما اقول السينما ايو تشي سونو ستاتا، السينما انا كنت هناك، لو واحده بنت او تشي سونو ستاتو لو ولد، انا كنت هناك. ايه ديفيرتنتي، مسلي. ايه بيليسيما، جميل جدا. تمام. وطبعا في الايطالي في مقطع اسمه مقطع ايسيمو، بضيفه للصفه علشان اضيف لها كلمه جدا يعني. لما اقول باولو ايه بيليسيمو، جميل جدا، غير بيلو طبعا، انا بضخم في الصفه يعني. ما كوميتشي عنديامو دينو، هنروح هناك ازاي يا دينو؟ هي طبعا بما انها راحت البيت فعارفه المسافه وعارفه الطريق، فبتشرح له بتقول له او بتستفسر منه كيف سنذهب هناك وكيف هنروح هناك البيت. وطبعا ما انساش يا جماعه ان في عندي سؤالين مهمين جدا، ممكن لو جه سؤال ميل او حاجه او جه الاسئله يقول لي دوفي لا كازا دي نوني، فين او دي جينيتوري دي دينو، فين بيت بتاع بابا وماما دينو، يبقى ان ميزو الفيردي، او دوفي لا كازا ديلي بروفي، البيت بتاعه البروفات اللي هيعملوه، يبقى ان كامبانيا او ان ميزو الفيردي. سؤال تاني، كومي بوسونو انداري، كيف يستطيعوا الذهاب؟ هيروحوا هناك ازاي؟ فهيرد عليها دينو طبعا بالرد بتاعه المقنع، قال فورسي تشي بوبورتاري ميو بادري، لو ديفو انكورا كونفينشيري، ربما ينقلنا او يوصلنا بابايا، لو ديفو انكورا كونفينشيري، يجب ان اقنعه، ما زلت لسه ما اقنعتوش، هتكلم معاه ولسه هقنعه ان هو يجي يوصلنا، انه طبعا عشان خاطر الشغل بابا وظروف بابا يعني. فباولو طبعا بيتكلم وبيكمل التريقه، طبعا عارفين ان الاثنين دول ما بينهم يعني دم لطيف شويه، قال نون سارا ديفيتشيلي سي كابيش كي دا كويستو ديبندي لا توا كارييرا دي كانتانتي، نون سارا ديفيتشيلي قصده على اقناع بابا، لن يكون صعبا اقناعه لو فهم ان على هذا دا كويستو، على هذا، على الامر كله يعني، بيتكلم على المسابقه والذهاب للريف لعمل البروفات ونجاحهم ويصبح نجم، ديبند بيعتمد، وطبعا انا ذكرته وانا بتكلم على كونتاري سو، يعتمد على بتساوي ديبندري، يعتمد على، لو فهم ان على كده هتعتمد لتوا كاريرا دي كانتانتي، مهنتك الوظيفيه كمغني. فدينو قطعه طبعا، فقال له انفاتي في الواقع بنسافو لا ستيسا كوزا، بفكر، كنت بفكر في نفس الشيء، بفكر في الكلام اللي انت بتقوله يعني، انت عندك حق ايا كان يعني، خلاص. وطبعا الجزء الاخير طبعا ما فيهاش اسئله قوي يعني، ممكن نسال، مش ما صدفتش وجات اسئله، هو اهم اسئله زي ما احنا شفنا، خلاص. السؤال بتاع كومي كيف يذهبوا لهناك، ودوفي لا كازا البيت فين، وايه المشروع، خلاص. وممكن يقول لي بابا دينو بيعزف، كان بيعزف، ما زال يعزف، يسألني على الجزئية دي، خلاص كده الديالوج خلص. أركز بس في الأهم، الفوكابولاري أو الفوكابولاريو، الكلمات الأساسية أو النوت السيكالي، الكلمات المعجمية الأساسية والضرورية في المحادثة. في عندي فعل داتشيدري اتكلمت عنه، التصريف الثالث داتشيزو، مهم جدا جدا جدا. شاليرا التصريف الثالث شالتو، بين المعنى. داري فاستيديو أ بيساوي ديستورباري، مهم جدا، عشان لو قال لي ليه الأولاد هيعملوا بروفات في الريف، يبقى علشان ما يزعجوش حد، ممكن أقول بيرنون دوستورباري نسونو، أو بيرنون داري فاستيديو أ نسونو، علشان ما يزعجوش أحد يعني، أيا كان مش هتفرق كتير. وركز برضو إن داري أ فعل داري بياخد حرف الجر أ، ديستورباري ما بتاخدش، على طول بجيب وراها المفعول به، إيو ديستوربو
l'insegnante او io do fastidio all'insegnante انا بزعج المدرس او المعلم او بزعج ايا كان يعني. كونتاري سو دي اتكلمت عنها طبعا قلت بتساوي ديبندري يعتمد على مهمه جدا. افيري ديلي illuminazioni اسر بورتاتو بير شفناها طبعا. كونفينشري التصريف الثالث كونفينتو مهمه جدا جدا. نسونو احد ودي تكمله داري فاستيديو بعد كده امياي قلنا بتساوي امياي جينيتوري بتساوي والدي. افولتي معناها احيانا وبراتيكامنتي طبعا حرفيا زي ما جت في الديالوج يعني، ولكن كلمه براتيكو اصلا معناها العملي وبراتيكامنتي بطريقه عمليه لو لغه عربيه لو هنتكلم في لغه يعني، ولكن جت في الديالوج حرفيا احنا بنستخدمها درجه الايام دي يعني. كاريرا المهنه او اللي هي الكارير ان انجلش او الحياه المهنيه. ابروفوزيتو فيما يتعلق، ودي سمعناها لما البنت كانت بتتكلم فيما يتعلق بالبروفات هنعملها فين، وباسو يعني خطوه، وميكا على الاقل نقدر نعملها في المدرسه، والكوني بتساوي كوالكي مهمه جدا برضو وجت في الديالوجو لما دينو قال للبنت كوالكي انه فا منذ عده اعوام، ممكن يقول لك الكوني اني فا ايا كان مش هتفرق، الفرق بينهم بسيط طبعا ولكن في المعنى بيساوي بعض، هو بس الفرق البسيط ان كوالكي بيجي وراها مفرد والكوني بيجي وراها جمع. شكرا، هو ده الفرق ما بين الاثنين، ولكن برضو اخليني مركز ان وارد جدا المصطلحات اللي بتبقى متشابهه يا جماعه مهمه جدا جدا جدا، ما انساش المصطلحات المتشابهه. تمام، اعتقد الكلام كله ان شاء الله واضح ومتفصل يعني. طيب بعد كده بتكلم عن الجراماتيكا اللي احنا شفناها، كل الافعال اللي جات لي في الامبرفيتو برضو مهم قوي ان انا انوه عليها. لما شفنا البنت بتقول سابيفو بوتيفامو سونافا ريجالافا بنسافو، تمام اللي انا قلت عنه فو فا في ايا كان، فو في فا فامو فاتي فانو مش هتفرق كتير. المهم اني بركز ان ده الامبرفيتو، الامبرفيتو يعني الماضي المستمر، وسابيفو التصريف او تصريف فعل الماضي المستمر من المصدر سابيري يعرف خلاص. وبوتيفامو المصدر منه بوتيري يستطيع، وسونافا سونافا يعني كان يعزف المصدر منه سوناري، وريجالافا المصدر منه ريجالاري يعني يهدي، وبنسافا المصدر منه بنساري. يبقى سابيفو يعني يعرف او كنت اعرف، سابيفامو او بوتيفامو كنا نستطيع، سونافا كان يعزف، ريجالافا كان يهدي في حدث في الماضي وانقطع، او بنسافو كنت اعتقد. مهم قوي قوي الجزئيه دي، تمام الامبرفيتو مهم. طيب بعد كده نخش على بعض التمرينات، وطبعا الغالبيه العظمى اللي جات لي في السنوات السابقه طبعا ان بازي الديالوجو على اساس المحادثه مهمه قوي. خلاص السؤال الاول بيقول، طبعا المحادثه معانا كتاب المدرسه مفتوح على التابلت، بنبص نشوف المحادثه نرجع لها، وطبعا هسيب لكم بعض الثواني ان احنا نفكر في السؤال. السؤال بيقول كي كوزا فانو اي راجاتسي بريما دي توتو، ماذا يفعل الأولاد قبل كل شيء؟ بادئ ذي بدء يعني، أول حاجة اللي أنا اتكلمت عنها، أول خطوة يعني، إيه أول حاجة الأولاد هيعملوها؟ هل كومبرانو لإنسترومنت موسيقالي، هيشتروا الآلات الموسيقية، ولا شيلجونو أونا كانسوني يختاروا أغنية، طبعًا شيلجونو ده المضارع من فعل شاليرا يختار، ولا كومينشانو لبروفي يبدأوا البروفات، ولا فانو إن ميزو الفيردي هيذهبوا الى الريف او هيذهبوا وسط الخضره. تمام اركز ارجع للديالوجو. خلاص السؤال بيقول اول حاجه او اول خطوه، طبعا فيما معناه ايه اول حاجه مكتوبه عندي في الديالوجو. تمام لما البنت قالت دوبيامو شاليرا، يجب ان نختار اونا او دوي كانسوني، نختار اغنيه او اثنين، ماشي، يبقى شيلجونو اونا كانسوني هيختاروا اغنيه، اللي هي رقم بي، الاجابه الصحيحه رقم بي. السؤال الثاني بيقول perché vanno alla casa della campagna، لما او لماذا هيذهبوا او يذهبوا alla casa della campagna البيت بتاع الريف، ليه هيروحوا في البيت بتاع الريف؟ هل per scegliere la canzone لاختيار الاغنيه، ولا per dare fastidio agli altri لازعاج الاخرين، ركز per dare غير per non dare، ماشي، ولا per non disturbare nessuno حتى لا يزعجوا احدا، ولا per comprare gli strumenti musicali لشراء الآلات الموسيقية، مهمة طبعا اهي.
خلاص يبقى طبعا الإجابة الصحيحة per non disturbare nessuno. ركزوا يا جماعة per non disturbare nessuno، حتى لا يزعجوا أحدا. وطبعا لو كتب لي per fare le prove صح، على حسب الاختيار طبعا، أنا مرتبط بالاختيار اللي موجود عندي، يبقى يا إما per fare le prove علشان يعملوا البروفات، أو per non dare fastidio a nessuno علشان ما يزعجوش حد، أو per non disturbare nessuno علشان ما يزعجوش حد. ولذلك اصريت ان احط داري فاستديو اه معناها يزعج، قلت بتساوي ديستورباري يعني يزعج. السؤال رقم ثلاثة بيقول دوفي اي راجاتسي فانو لي بروفي، اين يفعل الاولاد البروفات؟ هل الا كازا دي نوني دي دينو، في بيت اجداد جد وجد دينو، ولا الا كازا دي اميتشي دي دينو، في البيت بتاع اصدقاء دينو، ولا alla casa del padre e della madre di Dino، في البيت بتاع بابا وماما دينو، ولا alla casa dei genitori di Paolo، في بيت والدي باولو. شفتوا بقى، اركز في الجزئيات الصغيره جدا جدا علشان الناس اللي بتاخد بالشبه وبتتسرع، ما حدش يا جماعه يتسرع في الاختيار. خلاص السؤال تافه وسهل جدا، بس محتاج مني نظره كويسه على السؤال وتركيز. العيله تعمل البروفات فين او الاولاد؟ قلنا يا شباب ان البروفات دي نقترح هيعملوها في البيت بتاع باباه ومامته، خلاص اللي هي كلمه جينيتوري في القطعه، وقال امياي والدي. ماشي، طبعا انا بتكلم علشان الناس ما تتلخبطش في الاختيار رقم دي اللي بيقول الا كازا دي جينيتوري دي باولو، في بيت والدي باولو، لا هم بيت والدي دينو. طب هو في الاختيار رقم سي ما كتب لي جينيتوري، طبعا ما فيش مشاكل، بس كتب الموازي ليها او المعادل ليها، الحاجه اللي بتسويها الوالدين اللي هم ايه؟ البادري إيه لا مادري، الاب والام. يبقى الاجابه الاختيار الصحيح هيكون رقم شي الا كازا ديل بادري اي ديلا مادري دي دينو، في بيت بابا وماما دينو. مهمه. السؤال رقم اربعه كومنشاري لي بروفي، بدء البروفات صراحة سيكون البريمو باسو الخطوه الاولى، ولا السكوندو باسو الخطوة الثانية، ولا الترسو باسو الخطوة الثالثة، ولا لولتيمو باسو الخطوة الأخيرة. وطبعا كلمة اولتيمو اتكلمنا عنها في الوحدة الأولى، احنا بنتكلم عن المصطلحات المهمة. تمام، لما كتبنا اولتيمو كتبنا الترو أخير وآخر، طبعا مهمة أوي الجزئيات دي. تمام، يبقى بدء البروفات أركز، الخطوة الأولى كنا بنتكلم السؤال رقم 2 قلناها، أول سؤال رقم واحد اللي هي اختيار الأغنية، الخطوة الثانية البنت قالت بدء البروفات. طيب هو هنا بيسألنا عن إيه؟ اختيار الأغنية ولا بدء البروفات؟ لا بدء البروفات، يبقى بدء البروفات ساره الإجابة الصحيحة تكون نمرو أ لترا أ، البريمو با السكوندو باسو سكوزامي لترا بي. اختيار البروفات هيكون السكوندو باسو الخطوة الثانية، إن الخطوة الأولى اتحجزت لاختيار الأغنية، بدء البروفات هتكون للسكوندو باسو الخطوة الثانية. بعد كده السؤال رقم خمسة بيقول ديكي لافيكيا تاستيرا، لمن يكون الأورج القديم؟ الأورج بتاع مين؟ دي باولو بتاع باولو، دي لاميتشي دي دينو بتاع أصدقاء دينو، دي البادري دي دينو بتاع بابا دينو، دي جينيتوري دي جوليا والدي جوليا. طبعا دينو اللي كان بيتكلم فقال بابايا كان عنده أورج، تمام، وأهداها لي منذ عدة أعوام، فطبعا يحسب على بتاع مين؟ لو عايز اقول الاورج بتاع دينو، لو كتب لي طبعا في الاختيارات تمشي على اساس ان هو دلوقت الاورج بتاعه، وطبعا هو الاختيار الصحيح هيكون نمرو تشي، تمام، اللي هي ديل بادري دي دينو، بابا دينو. بعد كده رقم ستة دوفي لا كازا دي جينيتوري دي دينو، اين يوجد منزل والدي جينو دينو، فين البيت بتاع بابا وماما دينو؟ هل ان سنترو في الريف في وسط المدينة، ولا إن شتا في المدينة، ولا إن كامبانيا في الريف، ولا أروما في مدينة روما؟ طبعا الاختيارات كلها باينة، وده سؤال سهل جدا. طبعا كل سؤال بيبقى ليه مغزى وهدف، أنا لازم أكون حضرتك عارف إن كلمة كامبانيا ريف بتساوي ميدزو الفيردي وسط الخضرة، وإن كامبانيا بتساوي ميدزو الفيردي. هو طبعا في الديالوجو اتكلم ان هو البيت موجود في الميدزو الفيردي وسط الخضره، تمام، فطبعا الاختيار الصحيح هيكون نمرو تشي اللي هي البيت موجود ان كامبانيا في الريف. تمام، طيب
بعد كده السؤال رقم 7 بيقول con quale mezzo andranno i ragazzi in campagna؟ بأي وسيلة مواصلات سيذهب الأولاد إلى الريف؟ هيروحوا إزاي الريف؟ طبعا السؤال اللي اتسأله دينو، هل كن الترينو بالقطار، كن لا ماكينة ديل بادري دي دينو، ولا كن لا موتو ديل بادري دي دينو، ولا كن لاوتوبوس ديل ديتشي؟ هل بالقطار، ولا بعربية بابا دينو، ولا بكون لا موتو؟ أركز في اللعب بالألفاظ، كون لا موتو بالدراجة النارية أو بالموتوسيكل يعني بالبلدي، ولا كون لاوتوبوس ديل ديتشي بأتوبيس الساعة 10. فطبعا دينو قال إن بابايا اللي هيوصلنا، يبقى لو هيروحوا الريف هيروحوا كون لا ماكينة ديل بادري دي دينو، هيروحوا بسيارة بابا دينو. الإجابة الصحيحة هي رقم بي، كون لا ماكينة ديل بادري دي دينو. السؤال رقم 8 والأخير، كي بورتيرا اي راجاتسي ان كامبانيا؟ من سينقل أو سيوصل أو سيصطحب، أيهما طبعا؟ مين هيوصل الأولاد في الريف؟ هل البروفيسوري المدرس الأستاذ، ولا البريزيدي الناظر، ولا البادري دي دينو بابا دينو، ولا النونو دي دينو جدو دينو الجد بتاع دينو؟ فطبعا اللي هيوصل الأولاد الريف هيوصلهم، هيكون طبعا متولي الأمر إن هو يوصلهم يرجعهم، يوصلهم يرجعهم، هو طبعا بابا دينو. يبقى الإجابة الصحيحة نمرو تشي، البادري دي دينو، بابا دينو هو اللي هيوصلهم. وده كان آخر سؤال معانا، تمام، وأعتقد إن الديالوج أصبح مبسط جدا. نركز طبعا في الكلمات الأساسية اللي المفروض أنا بحفظها، أركز في الأسئلة، الكلمة اللي بتساوي كلمة والكلمة اللي عكس كلمة، وركز في الجزئيات البسيطة والصغيرة. أهم حاجة يا جماعة وأنا بحل أي لغة عامة، لازم أكون مركز في الكلمات اللي موجودة قدامي، أركز في الأشخاص وقطعة الفهم طبعا اكسكلوزيف ليها التركيز، ده لازم يعني أركز مين بيعمل إيه فين إزاي وإمتى مع مين، علشان الكلام ده أساسي وضروري جدا جدا جدا، علشان خاطر نقدر ان احنا نحصل على الفول مارك ان شاء الله باذن الله بطريقه بسيطه وسهله مبسطه. خلاص، اتمنى طبعا اي استفسارات اي تعليقات، تمام، مرحب بيكم 24 hours، خلاص اي وقت من دايز، اي وقت طبعا اي حد يقدر يتواصل معانا، ماشي، بس حضرتك تكتب التعليق بتاعك او تتكلم تتواصل معانا، وان شاء الله باذن الله الرد هيكون في البريما بوسيبل في أسرع وقت. استاتو مولتو بيتشيري، كنت فعلا تشرفت بيكم إن شاء الله، الحمد لله رب العالمين يعني، وأتمنى أن يكون الدرس الدنيا الحمد لله مفهومة والدنيا واضحة. كان معكم السنيور سيد حسن اللغة الإيطالية، شكرا جزيلا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.